أوجه كلمتي هذا اليوم إلى بعض السياسيين، بما أنه أنتم مقبلين على انتخابات حابة أقول لكم الإمارات حقنت السحب ونزلت أمطار صناعية، قطر امتصت لهيب الشمس وسوى الشوارع مكيفة، الكويت خلت عملتها تتجاوز العملة الأجنبية، عمان حققت أمان واطمئنان وضمان المواطنيها. أنتم ايش سويتوا؟ انتوا سويتوا السويتوا وشنو ناويين تسوون؟ دعايتكم الانتخابيه تحدث عن بعضكم بلد مليان فلوس وما بي ابسط الخدمات، بس اني اقول لكم شنو انجازاتكم؟ هو تبليل شارع ضيق بمنطقه معدومه وتسوون اذلال للناس، تعلنهم بالبيجات وتكتبون لافتات برعاية المسؤول الفلاني تم تبليط الشارع، وكأنما انتم مسوين برج ايفل بالمنطقة. والله عيب، والله عيب. تأسسون انبوب مجاري بسيط جدا للمنطقة وتعلنون وتتباهون هذا منجز بعد وماكو منجز. تصبغون حيطان مدارس بمنطقتكم وبيجاتكم التابعة للمسؤول يكتب موضوع طويل عريض مفصل، وكأنما هو انجاز الشيخ زايد اللي سواه بالامارات. عم يفهموا موضوع معين. انتوا سياسيين مو موظفين بالامانه، انتوا شغلكم تخلون هيبه للبلد وتتابعون المسؤولين الفاسدين وتسنون قوانين تخدم المواطن. طبعا مو كل هذا، مع كل هذا اني اقول للمواطنين لازم تنتخبون ولازم تنزلون للانتخابات ولازم تنتخبون السياسي النزيه اللي هدفه يخدم الوطن. والله يوفق الطيبين والوطنيين من السياسيين. شكرا جزيلا، في امان الله.